في ايه يا استاذ سليمان؟ هتخلع الباب. مصيبه يا فندم، مصيبه. في ايه يا ساتر يا رب؟ واحد معرفه من الوزاره كلمني، قال لي في لجنه جايه من الوزاره يقعدوا مع جروب المامز كلهم. يا نهار ابيض، الوزاره هتقلب علينا يا استاذ سليمان. ادي اخرت افكارك النيره. الامهات جم ولا لسه؟ لسه يا فندم. اتصل بيهم دلوقتي قول لهم يكونوا قدامي حالا. حاضر. ادي اخرت افكارك، بطل تفكر يا استاذ سليمان. عايز تقفلها لنا؟ ما تبقاش تفكر تاني. لا ان شاء الله مش هتقفل. اللي في رقبتي دول اوديهم فين؟ مش هتقفل باذن الله، مش هتقفل. اتفضل يا استاذ سليمان. يا ريتني ما جبتك تشتغل في المدرسه. في لجنه من الوزاره جايه المدرسه النهارده. ايوه رضا. اي حبيبتي خير؟ شفتي موضوع لجنه الوزاره ده؟ يا ترى جايين ليه؟ ما كانش ليه لازمه الورد ده يا غيده. اكيد اللجنه مش جايه تعين جنينه. وماله لما يجوا يلاقوا شكلنا كويس يعني؟ يعني هي مش جايه تعين جنينه، لكن تمام يعني لما تيجي تلاقينا عاملينها رحله، عاملين ناكل سندوتشات وشوكولاته. طب شيل الورد ده مننا. مش هروح اوديه عند البيب عشان اول ما يدخلوا يشوفوها اول حاجه. وردي جميل. خلاص يا غاده. بقول لك ايه، انا مستغربه قوي ان مرات تاكو دخلت الجروب. هي ناويه ترجع ولا ايه؟ خليكي في حالك، انا بسالك. لا تاكو ده بقى حاجه تانية خالص، مش قادره اوصف لك. غير زمان، فيلا في كومباوند كبير وعربيه اخر موديل وشهره وناس بتتصور معاه. ايه الحكايه؟ هو حلف عينيكي ولا ايه؟ ده مش مسألة حلف عينيا، بس أنا مدية لنفسي كده فرصة أشوف أعمل إيه. طيب ورحيم هتعملي معاه إيه؟ ولا حاجة. أشوف هو هيعمل إيه الأول، هيطلق مراته ولا هيجيب ورا زي كل مرة. يلا سلام دلوقتي عشان هو جاي. باي. إزيك يا دور؟ تمام. أكيد زمان كنت أسأل نفسك أنا ليه مديت أجازتي؟ تفتكري يعني ممكن ترجع تستقر في مصر وترجع له؟ معرفش، هيبان يعني، بس هو حتى لو حصل ده هيبقى في مصلحة الولاد. أنا بصراحة حسيت إني عايزة أقضي وقت أكتر مع الولاد وأقرب منهم، عشان كده قررت أستنى شوية. فعلا؟ أيوة طبعا. على فكرة أنا نصحته بكده وقلت له إدوا نفسكوا فرصة تاني، بس هو قال لي إن المشاكل اللي بينهم ملهاش حل خالص يعني نهائي. ده هو اللي قال لي. هو عامة في علاقات كده بيبقى أحسن للطرفين إنها تنتهي. أنت هتقولي لي؟ ما أنا عارفة. أنا حتى عايزة أساعدك في مذاكرته. انا كلمت الادمن بتاعت جروب ميمامز وخليتها تضيفني. انا عارف. انت بتقول حاجه؟ لا 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 ولا حاجه. بقولك يا دره، ما تيجي نيجي دغري مع بعض كده وما نلفش وندور. انت عايزه ايه بالظبط؟